الإسلام محمد المصلي، وهو عضو في هيئة تدريس بجامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على دكتوراه علوم الحاسب من جامعة ولاية أوريغون عام 2017، وماجستير في نفس التخصص من نفس الجامعة في 2011، ومتخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بكالوريوس حاسب ومعلومات سنة 2007. الدكتور إسلام من الكفاءات الوطنية المشهودة، ونتمنى له إن شاء الله مستقبلا زاهرا. عمل معيدا بجامعة ولاية أوريغون عام 2016، وكما عمل فني مختبر رسوم الحاسب 2010 إلى 2011، وعمل مبرمج في بنك الرياض في 2007، وتدرب في شركة أرامكو عام 2006. نرحب به ونستغل فرصة وجوده بيننا في هذه الإجازة ليتحدث عن تجربته ومجال عمله والبراءات الاختراع التي حصل عليها بان دراسته وبعد دراسته. كل هذه المعلومات يتقدم الدكتور إسلام للحديث عنها كعادة المنتدى في كل أسبوع، أن يكرم أحد الكفاءات المشهود لها يعني بالإنجاز في مجالات مختلفة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومساء الخير. شكرا جزيلا للاستضافة هذه. بحاول اختصر العشرين سنة اللي جاي اللي راحت علي كلهم في 5 دقائق 15 دقيقة، فأشياء واجد بتروح. إذا عندكم أسئلة يمكن نخلي وقت قصير في النهاية. فتخرجت حديثا قبل 80 يوم يمكن أو أقل، علوم الحاسب. الناس دائما لما تتكلم عن علوم الحاسب أول شيء يخطر في بالكم دائما برمجة، فأكيد هذه الأشياء من الأشياء اللي نتعلمها. فالأشياء الأخرى اللي نتعلمها واختصيت فيها هي رسوم الحاسب، كيف الحاسب يرسم الأشياء اللي في ناس يشوفوها فيديو جيمز أو إذا شفتوا الأفلام الخيالية. هذه الأشياء عادة يكون خلف الكواليس واحد درس علوم الحاسب عشان يرسم هذه الأشياء. وتصوير المعلومات الـ Information Visualization، عادة إذا واحد عنده معلومات ضخمة جدا ويبغى يراوي الناس هذه المعلومات لازم يدرس هذه الأشياء، تصوير المعلومات. واختصيت أكثر في النهاية مجال الاختصاص كان في تفاعل الإنسان مع الحاسب الآلي، اللي هو اختصرها HCI أو Human Computer Interaction. هذه اللي بتكلم شوي عنها. فتفاعل الإنسان والحاسب الآلي علم يعتبر حديث نوعا ما، لأن أي شيء قبل عمره أقل من 30-40 سنة على طول علم حديث، مو مثلا بعض العلوم 200 أو 300 سنة. فهو علم يتقاطع مع طبعا علوم الحاسب، ويتقاطع مع علم السلوكيات. فعلشان ندرس الإنسان والحاسب لازم ندرس الإنسان وكيف سلوكياته وكيف تصرفاته مع الحاسب. من ضمن الأشياء اللي نتعلمها علم السلوكيات وعلم التصميم، علشان إذا نبغى نصمم أي واجهة تطبيق، أي برنامج إلى الجوال أو إلى الكمبيوتر، فندرس علم التصميم. ودراسات الوسائط المتعددة مثل الفيديو والصوت والصور، وكيف الإنسان ممكن يتفاعل وياها ويتفاهم معها. فهدف هذا العلم هو باختصار تسهيل التعامل مع الأجهزة الذكية بشكل عام. أي جهاز تعاملت معه يوم من الأيام، أنت تعاملت مع شيء اللي هو يعتبر من التفاعل بين الإنسان والحاسب الآلي. إذا مرة يوم من الأيام استخدم جهاز وقلت هذا الجهاز جدا صعب وما ودي أستخدمه مرة ثانية، إذن واحد المفروض من العلماء اللي مع التفاعل مع الإنسان والحاسب مفروض يشتغل على هذا الموضوع. عليكم السلام. لا مو هذا الزر، هذا الزر.
لماذا نشأ هذا العلم؟ في بداية النهضة مالت الحاسب الآلي كان الكمبيوتر يكلف ملايين الدولارات للتصنيع، في حين الإنسان جدا يعني يندفع لراتب زهيد مقارنة بقيمة الحاسب الآلي. فكان الاهتمام دائما على تطوير الأجهزة وصناعتها بحيث أنها تصير جدا قوية وجدا سريعة، لدرجة الآن صار له الآيفون أو الجوالات اللي نحملها دائما إحنا سرعة المعالج والرام والذاكرة اللي فيها أقوى من المركبة الفضائية اللي راحوا بها إلى القمر مثلا. فالآن صغرت الأجهزة وصارت جدا رخيصة، فصار الآن قيمة اللي هو شغل الإنسان هي المكلفة. فصار الاهتمام الآن بدل ما نهتم في تصنيع الأجهزة السريعة والقوية صارت الأجهزة رخيصة، صار الآن الاهتمام إلى كيف نجعل هذه الأجهزة مع الإنسان أفضل بدل ما نصير هو الجهاز أفضل لحاله. فنشأ هذا العلم وبدأ يتطور تدريجياً، انضمت علوم اللي هو علوم السايكولوجي وخلطوا علوم واجد عشان ينشأوا هذا علم الإنسان والحاسب الآلي. فأنا اهتميت في هذا الشيء علشان أنشئ اللي هو لوحة مفاتيح خاصة للبرمجة على شاشات اللمس. الآن لو تشوف ناس واجد يحملوا معاهم الآيباد، التابلت، شاشات اللمس، هذه ظاهرة صارت منتشرة احنا متعودين عليها. الآن لو تروح أي محل الكورنيش الجامعات تشوف واحد ماسك جهاز ما تستغرب أبدا، بس عادة لما تطل في واحد ماسك جهاز كبير احتمال كبير قاعد يشاهد يوتيوب مو قاعد يبرمج نهائيا. فاستغرب شدني هذا الشيء، احنا نبرمج على اللابتوبات ونبرمج على الديسكتوب لكن ما حد قاعد يبرمج على الأجهزة المحمولة وبالذات شاشات اللمس. فدخلت في هذا المجال وبحثت أكثر عن بشوف العوائق والأشياء اللي تمنع الناس من يعني تمنع المبرمجين من البرمجة، مو فقط بعد الناس الغير مبرمجين. فعملت اللي هو عدة لوحات تحكم خاصين بلغة الجافا ولغة اسمها بلوكلي. لغة الجافا هي لغة مكتوبة يعني بس فقط تكتب كتابيا حروف عشان تبرمج. لغة بلوكلي تعتبر من اللغات المرئية. اللغات الحديثة في بعض اللغات اسمها لغة مرئية، لو تلاحظوا هذا الشكل ما في يعني في حروف وأرقام بس في النهاية عندك قطع تركبهم مع بعض مثل التركيبة بالضبط علشان تنشأ برنامج زي هذا. فسويت بحث، عليكم السلام ورحمة الله، عملت اللي هو كيبوردات أو لوحة مفاتيح يتفاعلوا مع اللغتين بشكل منفصل تماماً عن بعض. هذا كود بسيط بلغة الجافا بس أعرضه هني عشان أراويكم مش قد إن في يعني كلمات قاعدة تتكرر ورموز اللي يسموه كيرلي براكتس وبعض الفواصل تتكرر في كل مكان. لكن لو جيت بتستخدم الحاسب الآيباد مثلا عشان تدخل هذا الشيء ياخذ منك وقت جدا طويل. احنا اذا بس بنكتب فقط بالعربي بدون ما تحط يساوي او زائد عادي، بس مجرد انك تبغى تروح تحط قسمه وضرب تشوف روحك تبدل بين اللوحات مفاتيح المختلفه ويبطا عملك واجد. فأنا لما انتبهت لهذا الشيء قعدت يعني أبحث أكثر، استغربت أن ما في أحد اهتم أبداً لتسريع البرمجة على الأجهزة المحمولة. فسويت هذا الكيبورد الخاص إلى البرمجة. الأول وهلة اللي يشوفه يعني يشوف ألوان وكذا يقول بالضبط وش يسوي هذا الشيء. باختصار هو زر واحد يدخل إلى كود برمجي كامل بدون الحاجة إلى كتابة الأشياء هذه باستمرار. مثلا لما تضغط هذه الفور الحاجة في البرمجة اسمها فور أو F، تضغط عليه ينكتب على طول هذا الشيء. تضغط على زر فور يطلع لك فور، تضغط على زر دو يكتبها إلك. في لغة البرمجة لما تكتب هذا الشيء كامل أي حرف تنساه الكود البرنامج حقك ما بيشتغل نهائيا. يعني شفت هذه الآي مثلا لو تضغط عليه وتنساها فقط لو أنت كاتب 2000 سطر هذه حرف الآي بيخلي الكود كله كامل ما يشتغل.
فهذه الأخطاء ما له داعي الإنسان دائما يكررها، وهي لازم إذا تكتبها لازم تكتبها بهذا الشكل. فما له داعي الواحد يغلط في غلط أبدا المفروض ما يغلط فيه. فهذا اللوحة التحكم اللي سويتها أنا تتخلص من هذه الأغلاط نهائيا، لأن هذا الشيء مو أنت اللي بتكتبه، الجهاز أو الكيبورد هو اللي بيكتبه، زر واحد ويضغط إليك. فتتخلص من الأغلاط اللي يسموها تايبوز، الأغلاط زلات الإيد، أنك تضغط أنت قاصد تضغط حاجة تضغط شيء ثاني، تتخلص منه تماما. طبعا هذا ما في وقت حق أراويكم الكيبوردات كلها، بس هذا بشكل عام عشان تقدر تتصور هذا الشيء. فلو تلاحظ ان الكود كامل هذا يكتب بالكيبورد بزر واحد، ما عدا الكلام هذا اللي باللون الاحمر هو اللي تكتبه بالكيبورد العادي. فتقريبا 50% من الكتابة اللي بتكتبها يكتبها عنك الكيبورد بسرعة جدا رهيبة. وعملت أبحاث مع ناس مبرمجين وجبتهم عشان أتأكد أن هذه النتائج مو هي فقط نتائج على ورق، إنما هي نتائج على شيء واقعي. فجبت عشرات أو عشرة بالضبط، خليتهم يكرروا التجربة 8 مرات. اللون الأحمر هذا الخط يمثل أسرع سرعة ممكنة إلى المبرمجين، يعني لو جبت أسرع واحد في العالم يكتب مستحيل يتعدى 26 كلمة في الدقيقة في كتابة البرمجة. لكن أثبت أن الكيبورد هذا، لوحة المفاتيح هذه، بعد 5 مرات فقط المعدل الكتابة يتعدى أسرع سرعة ممكنة في كتابة البرمجة. طبعا ما يوصل 8 مرات اللي هم أسرع ب 16.5 16% أسرع من أسرع واحد. طبعا أسرع واحد في العالم ما نقدر نجيبه، فلازم تحسبها، يعني في معادلة تحسب لك أقصى سرعة ممكنة يقدر يسويها الإنسان وتعدها هذا الشيء، غير تقليل الأخطاء والأشياء الثانية. فهذا بشكل عام اللي انتهيت به إلى اللوحات المفاتيح، طبعا إلى كل اللغات اللي قلت لكم بها، وعملت عدة أبحاث بنفس النتائج تقريبا، اختلافات بسيطة بس. ففي المستقبل ودي أن لو هذه الأشياء تطبق إلى لغات البرمجة الأخرى التي تتشابه معها، مثلا اللغات المشهورة واحدة اسمها C أو C++، من جدا اللغات المستخدمة، تقريبا بعض اللغات يشكلوا 30 أو 40% من اللغات المكتوبة في العالم، وكلهم يتشاركوا مع الجافا بنفس الشيء. فأنا أثبت أن هذا لوحة المفاتيح شغالة وتسرع البرمجة إلى هذا الشيء، فالمفروض أنها يعني تقدر تعممها إلى لغات البرمجة بحيث أنها تسهل البرمجة على الناس بشكل سريع جدا. هذا بشكل مختصر يعني، فأي واحد يحب أسئلة. وشكرا على استماعكم.